أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. العراق يطلق آخر عملياته العسكرية للقضاء على داعش عبر تطهير الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سوريا. الخطوط الجوية الصينية تعمق عزلة كوريا الشمالية عبر تعليق رحلاتها إلى هناك. قراصنة يسرقون بيانات 57 مليونا من مستخدمي أوبر عبر اختراق قاعدة بيانات الشركة، ومصادر تقول إن أوبر دفعت فدية تقدر ب100,000 دولار أمريكي لحذف البيانات ولعدم الإفصاح عن حدوث القرصنة بشكل علني. أبل تواجه فضيحة بسبب آيفون إكس بعد أنباء وتقارير عن تشغيلها طلاب مدارس في معاملها من أجل تجميع الهاتف الأحدث. وهاتف سامسونج الجديد جالاكسي S9 قادم مع بداية العام المقبل.